ده الفيديو المنتظر اللي انا هلخص لك فيه كل الاصابات، كل اصابه في دقيقه ACL. واحده بس، ونبدا بالرباط الصليبي او الاي سي ال. الشهر الاول هنهتم فيه بتمارين كلوز تشين اوبن تشين، الثاني الفرد، نجيبهم من الاخر اول 45 يوم بالتحديد. لازم نكون جايبين الثاني والفرد ومخلصين دماغنا ومريحين نفسنا منه. الشهر الثالث والرابع والخامس فدول معمولين عشان خاطر تروح الجيم تتمرن فيهم مع دكتور التأهيل بتاعك، مع برنامج متخصص انت محطوط لك تشتغل عليه. ما تقوليش، ما تجيش تقول لي اشيل وزن قد ايه عشان اقول لك ما اعرفش. اقول لك اهم حاجه في الثلاث شهور دول، تمارين الاتزانات لازم تعملها بشكل منتظم كل يوم، وتصعب فيها اليوم عن اللي بعده حتى وانت قاعد في البيت. لازم تعمل الاتزانات عشان خاطر ركبتك تقوى واربطه الركبه تبقى اقوى. الشهر الرابع خامس سادس سابع معاك، والفوت ورك ده لحد ما تخلص الاربع شهور دول، فوت ورك بس. تبدا الاول بالتدريج برضو مع البرنامج المحطوط لك، تبدا بالتدريج فوت ورك عشان رجلك المرونه بتاعت مفصل ركبتك يرجع تاني لوضعه الطبيعي، الحوض يلف كويس، كل ده تبقى تمام، مرونتك ترجع زي ما كانت قبل ويمكن احسن كمان. وبعد الشهر السابع هنا كلامي للعيبه الناس اللي بتلعب كوره بس، لو ما بتلعبش كوره وعايز ترجع لطبيعتك سكيب الفتره دي، الفتره دي الوقت ده. هتعمل ايه يا باشا؟ هتجري في الملعب بدايه من مده 10 دقائق يوميا لمده اسبوعين، تجري جري بس بجانب تمارين الجيم برضه. كده وصلنا لثمان شهور انت شغال فيهم تاهيل. الشهر الاخير ده بتبقى انت بتنزل فيه لو انت لعيب كوره محترف، بتنزل مع فرقتك تمارين بدني بس. لو انت مش لعيب كوره محترف بتخش تلعب مع اصحابك كل شويه 5 دقائق 10 دقائق بدون التحامات لمده شهر لحد ما تاخد السنس، وتلعب ساعه كامله بدون التحامات مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وترجع لك مرونتك تاني وضعها الطبيعي زمان بقى تحس ان خلاص بقيت كويس. ابدا العب بالتحامات برضو 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه بالتدريج، هتلاقي نفسك وصلت 9 شهور كاملين يمكن اقل حاجه بسيطه. طبعا طبيعي اطول عن دقيقه فيديو زي ده، بتكلم عن الصليبي في 9 شهور لخصتهم لك في دقيقه ونص دقيقتين، فطبيعي جدا اكمل عن دقيقه، فالفيديوهات الجايه تبقى اقل من دقيقه ان شاء الله.